دكتور شارق، عايز اعرف من حضرتك شايف مين ابرز منافسي النادي الاهلي في المشوار ده من بطوله افريقيا على لقب النجمه العشره؟ مين شايفين فيه يعني فرق كتير بتستفيق كمان؟ عايز اعرف من خلال المتابعه للموسم او للبطوله الموسم ده بشكل عام. شوفي، ده سؤال مهم جدا، لان احنا دايما بناخد موازين القوى الافريقيه في كرة إفريقية أو كرة قارية متغيرة المستويات على طول. يعني إحنا لو جبنا 10 سنين بس عشان نشوف فيها المستويات القمية والفرق اللي بتكون تحت وبتعلى فوق، والفرق اللي بتكون فوق وبتتراجع شوية، هتلاقي في تغيرات كبيرة جدا. من مثلا من سنين قليلة كنا نلاقي إنيمبا هو المتسيد الكرة في القارة، كنا نلاقي نادي إنيمبا النيجيري، كنا نلاقي سان داونز فترة واختفى سان داونز، طلع لنا الرجاء والرجاء والنجم الساحلي في تونس، طلعت لنا فرق، في فرق ظهرت وفرق اختفت وهكذا. الكرة الإفريقية متغيرة باستمرار، لكن الحقيقة السنة دي أنا من وجهة نظري إن الفرق القمية اللي هي هتكون لها دور في المنافسة على اللقب لن تخرج من الأهلي. وأنا كنت بقول في أول الموسم الزمالك لولا تراجع الزمالك طبعا وحصوله على 2 نقطة فقط من 4 مباريات، فأنا شايف الزمالك دلوقتي في الظروف اللي هي بيمر بيها دلوقتي صعب ان احنا نحطه ضمن المنافسين. لكن بره الاهلي والزمالك انا شايف فرقتين هيكونوا منافسين اقوياء جدا للاهلي السنه دي، هما سان داونز اللي جمع ال 12 نقطه بالكامل، الفريق الوحيد في المجموعات الاربعه اللي جمع ال 12 نقطه بالكامل، ومعاه ايضا فريق الوداد اللي هو مش الوداد اللي لاعب الاهلي، لا ده زاد عليه بكتير جدا، وبالذات نجمه ايوب الكعبي. شايف ان هو الفريق الوداد السنه دي هيكون منافس قوي جدا، هو من الفرق يعني شايفه مختلف عن الموسم اللي فات. مختلف طبعا. يعني اكتر من لاعب تميزه، يمكن كان السنه اللي فاتت عشان الكورونا وكده مستويات كتير من اللعيبه تاثرت، شفنا حتى لاعبي النادي الاهلي بعض اللعيبه اللي ابتعدت عن المستوى شويه ورجعت تاني، وفتره التوقف ال6 شهور الكتيره ديت عشان الكورونا، كل ده اثر على المستوى. لكن فريق الوداد السنه دي لا، رجع الى 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 زهوته، رجع الى فريق منافس بكل قوه. انا بشوف ان دول معهم الحصان الاسود سيمبا، انا اشوف سيمبا التنزاني هو الحصان الاسود للبطوله حتى الان، فريق جيد جدا ضمن يعني او اقترب جدا من التاهل، اصبح دلوقتي في 3 فرق ضمنت التاهل اللي هي سان داونز الجنوب افريقي والترجي التونسي والوداد المغربي. يمكن مجموعه الاهلي ما فيش حد ضمن منها لسه، لكن انا بعتقد ان صعود النادي الاهلي من هذه المجموعه اصبح بنسبة 99%، مش 90% كمان. يهمنا ان احنا نتأهل اول مجموعة ولا مش فارقة اول او تاني؟ بصي، اول مجموعة عنده مميزات كتير. اول مجموعة عنده مميزات انه طبعا بيلعب تاني مجموعات، لان الاربعة اوائل مجموعات بالزبط. كل فريق اول مجموعة بيلعب تاني مجموعة بالزبط. فانا لما اطلع اول مجموعة على الاقل اضمن ايه؟ هبعد عن اللي انا بقول عليهم دول بالزبط. الوداد هيتصدر مجموعته فابعد عن الوداد، سان داونز هيتصدر مجموعته فابعد عنه، الترجي غالبا هيتصدر المجموعه فبرضه ابعد عن الثلاثه اللي هم المفروض ان هم رؤوس مجموعات. طبعا الفرقه ما بتلعب مع اي راس مجموعه ثانيه او اول مجموعه ثانيه ما عدا مجموعته. ايوه طبعا. فلو الاهلي مثلا طلع ثاني لا قدر الله هيلاعب اول مجموعه، فهتلاقي صدام مبكر جدا في دور الثمانيه. انا بشوف انه يتاجل شويه للدور قبل النهائي، زي مثلا الاهلي والزمالك السنه اللي فاتت بالظبط، اما الصدام بتاعهم في النهائي غير لما كانوا يقفوا في بعض في دور الثمانيه او قبل النهائي. فانا طبعا اول مجموعه افضل، ولكن حصل مفارقه غريبه جدا السنه اللي فاتت دي، ان اللي صعدوا من دور الثمانيه الى الدور قبل النهائي كلهم كانوا تواني المجموعات. الاهلي كان تاني مجموعته، الزمالك كان تاني مجموعته، الاهلي كان بعد النجم الساحلي، الزمالك كان تاني مجموعته بعد مازيمبي، والرجاء كان تاني مجموعته بعد النجم الساحلي، وايضا الوداد كان تاني مجموعته. الاهلي كان معاه النجم الساحلي. يعني كان كل تواني المجموعات، هم كل تواني المجموعات صعدوا واوائل المجموعات كلهم خرجوا. يعني فاذا هي مش معيار صح. ولكن انا بتكلم على منطقيا الافضل للاهلي ان هو يتجنب يتحاشى، لان كل اللي انا بقول لك عليهم الثلاثه اللي هيطلعوا اوائل المجموعات سواء سان داونز او الوداد او الترجي، انا شايف ان هم فرق تقيله. يعني ممكن الاهلي يخش في اجواء البطوله ويلعب دور الثمانيه مع حد تاني صح. يبقى دور قبل النهائي ونهائي بقى، ده يبقى وضع تاني. طيب.